شر المنظر بعد نشوفها آخر مرة، آخر موسم أمطار إن شاء الله. لم تكن الأخيرة ولا هي الأولى، محافظات تغرق وبنى تحتية متهالكة وأخرى معدومة وطلبة يسيرون على طرق طينية وحلة بعد موجة أمطار غزيرة شهدتها مدن العراق، مخلفة خسائر مادية كبيرة في مشهد يتكرر كل شتاء منذ عام 2003 في ظل غياب الحلول الحكومية عن وضع حل جذري لهذه المأساة. شنو ذنبي أنا هسه؟ شنو ذنبي؟ يلا هذا بيته راح. كل شيء غارق، مشاهد غرق المحافظات التي تداولها العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي وثقت حجم الفساد الذي تسببت به أحزاب العملية السياسية وميليشياتها، فلم تسلم المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية ولا النازحون في خيامهم من الغرق، ما أثار سخط وغضب المواطنين متهمين الحكومة بالتقصير لتدني المستوى الخدمي في عموم البلاد. مواطنون تهكموا على واقع الحال الأليم وتحول شوارع مدنهم إلى برك مائية أشبه ببحيرات الأسماك، فيما لم يختلف الحال بالنسبة للطلبة فهم يعيشون واقعا بائسا لا يأملون بأفضل منه في ظل سيطرة حكومة الميليشيات والأحزاب الموالية لإيران على مقدرات البلاد. السلام عليكم سيدنا المحافظ، تريدنا سبعسات تبغى تشوفوا لكن شو بالطين؟ سيول كشفت تردي شبكات تصريف المياه في الأنبار التي يواصل المسؤولون فيها سياسة الدعاية القائمة على إعادة إعمار المحافظة وصرف أموال طائلة من أجل توفير الخدمات الأساسية. حكومات لم تفلح في السيطرة على ملف الأمطار الذي يعري فسادها كل عام في مظاهر فشل كبيرة يتحمل ضررها المواطن الفقير المغلوب على أمره.